ومارسينو يحاول. إلى تيسير ممكن يسدد تسديدة، الله جول! هدف رائع وجميل من اللاعب تيسير الجاسم، سجل هدفين هذا الموسم ويسجل الهدف الثالث تيسير الجاسم بالدقيقة 44، يسجل الهدف الثالث في المباراة لفريق الأهلي، 3 أهداف للأهلي، هدف واحد للرائد من كرة جميلة ومن تسديدة جميلة لعبها اللاعب تيسير الجاسم إلى داخل الشباك. تيسير الجاسم سجل هدفين هذا الموسم وهذا هو هدف الشخصي الثالث. كرة حلوة جميلة، شوف الحارس متقدم، يعني الخطأ قاتل من الحارس أحمد الكسار، يعني هو دائما نقول الذكاء الميداني مطلوب.